من قلب الطبيعة تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. الزراعية مباشر. عندي مشكلة. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنتابع يعني شبه يومي على مدار الساعة، بنتكلم مع الفلاح ونسمع منه. عندنا بعض المشاكل اللي احنا بنتابعها من فترات طويلة في الحقيقة، لان هي بتحتاج مجهود وبتحتاج تواصل مع اكتر من مسؤول. وفي بعض هذه المشاكل متعلق بالانتظار لقوانين بتصدر، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على دخولنا او بدء الموسم الزراعي الشتوي. احنا في البداية بنتمنى لكل فلاح التوفيق ان شاء الله، لكن في نفس الوقت المزارع ده ليه احتياجات، ومن اهم احتياجاته اللي بتدي يفكر فيها الاسمدة في بداية الموسم. ودايما الأسمدة مرتبطة بالجمعية، يعني الفلاح لما يجي يفكر في التسميد وإزاي يوفر احتياجاته من الأسمدة، هو بيتكلم دايما إن هو هيروح الجمعية هيشوف الكمية اللي موجودة متوفرة ولا لأ، هيصرف في مشكلة هتقابله. ده دور بتقوم بيه الجمعية الزراعية. أيضا يعني وزارة الزراعة بتتابع ده من خلال اللجان المشكلة، ولجنة الأسمدة بتقوم بدور كبير جدا، لأن هي بتحدد الاحتياجات لكل موسم طبقا لحصر المساحات وآليات صرف هذه الاحتياجات أو صرف الأسمدة، وإن يكون في عمليات توزيع للأسمدة عمليات عادلة وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وإن يكون في عمل معاينات على أرض الواقع لمنحها للزراعة. اللي احنا دايما بنتكلم على اللي بيزرع فعلا موجود محصول على ارضه، مش مجرد امتلاك الحيازه فقط. وده بيبقى تجنب لاي عمليات تلاعب تحدث مع بعض اصحاب الحيازات. الحمد لله من موسم لاخر واحنا بنتابع بيبقى فيه تحسن، بيبقى فيه انحصار لبعض الازمات والمشاكل المتعلقه بالاسمده. اتمنى بعد صدور عدد من القوانين لتطوير منظومه التعاونيات في مصر ان يتم تفعيلها بقوه. اتمنى ان احنا نشوف الجمعيه بنموذج حضاري، بنتكلم على تطور القطاع الزراعي، بنتكلم على استخدام تكنولوجيا، بنتكلم على تطوير منظومه التسميد نفسها، وان انا دايما يبقى عندي مبيدات لو ظهرت اي افات او حشائش او احتياجات للمحاصيل تبقى موجوده داخل الجمعيه، لان الجمعيه الزراعيه هي بيت الفلاح. في الحقيقة القوانين اليوم تتيح للجمعيات مرونة أكثر، ممكن تشارك في عمليات تجارية، ممكن عمليات استثمارية، لأن ده كله في النهاية هيعود على الفلاح. بيتم تفعيله على نطاق، وفي بعض النماذج نجحت ودخلنا وشفنا جمعيات موجودة فيها، زي يعني صيدلية صغيرة لبيع الأدوية البيطرية، أماكن للتشخيص، مزارع تابعة لهذه الجمعيات للإنتاج الداجني. ده كله القانون النهارده بيديله فرصه اكبر ان هو ينمو ويتم استثماره. مستقبل الجمعيات مهم جدا لانه مرتبط بالفلاح والارض. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من الزراعه المباشره. برحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعه المباشر، بنتكلم مع الفلاح المصري علشان نسمع منه ونوصل رسالته كامله للمسؤول، وفي نفس الوقت احنا بنتابع